وأنا حقيقة يؤسفني وأنا عندما أتيت في طريقي إلى استوديو القناة وأرى كربلاء ببهائها وبجمالها وبالجهد الواضح للخدمات وللحكومة المحلية بما تبذله من جهود في هذه المحافظة، ولكن للأسف الشديد حين نسمع بمثل هذه الحوادث إنما تحتصر قلوبنا ألما، ولكن نقول قد تحصل هذه حقيقة. من الناحية القانونية أو النظر إلى هذه القضية من الناحية القانونية، القانون رقم 89 لسنة 81 قانون الصحة العامة، هذا تشكل لجنة اسمها لجنة الصحة العامة، لجنة مركزية في بغداد برئاسة وزير الصحة وفي المحافظات برئاسة المحافظ وينوبه السيد مدير عام صحة كربلاء. واعتقد ان المواد التي وردت في هذا القانون قد حددت واجبات دائرة الصحة وفيما تعلق بحفظ الجثث وفي كيفية تسليمها. فالمادة 61 والمادة 60 والمادة 61 من هذا القانون حددت عملية وآلية واجراءات استلام الجثث التي تأتي من الخارج او تسليم الجثث التي تذهب الى الخارج وكيفية دفن جثث الاجانب. وأما المادة 62 من هذا القانون فقد حددت آلية تسليم جثة المتوفي من ثلاجة الموتى وكيفية قيام، يعني كان هنالك على الطبيب أن يجري الكشف على الجثة وهو ينظم شهادة الوفاة ويتأكد من هوية المتوفي بكافة طرق الإثبات، منها هوية الأحوال الشخصية أو أي طريقة أخرى كما ورد في عبارة الفقرة أعتقد ثالثا في هذه المادة. وبالتالي فإن المسؤولية تترتب على الطبيب والموظف، ومن هذا المنطلق يمكن واستنادا لقانون أو لمجلس الصحة العامة في محافظة كربلاء يمكن أن تشكل لجنة تحقيقية لتحقق بهذا الموضوع مع الطبيب المختص ومع الكادر على المشرف على ثلاجة الموتى. وبالتالي إن كان الحادث متعمدا فإن الحالة هذه ستخضع لقانون العقوبات العراقي وبالتحديد المادة 374 التي وضعت العقوبة المناسبة التي قد يصل أمدها الحبس لمدة سنتين مع الغرامة. نعم، رحب بك مجددا أستاذ إبراهيم في نشرتنا. رئيسة، هل هذه القضية ترتقي لأن نقول عنها هي جريمة كون أن هوية الأشخاص في هذه القضية يعني تختلف وبالتالي ستضطر هذه العوائل إلى فتح القبور؟ الحقيقة نحن لا نستبق الأحداث ونقول إنها جريمة قبل أن يتم إجراء التحقيق الإداري. فإن طبعا في هذه المسألة ستكون هناك إشكالات في مسألة جثة المتوفية الأجنبية الباكستانية. المادة 60 أنه والمادة 61 من قانون الصحة العامة رقم 89/81 حقيقة حدد في حال دفن جثة المتوفي الأجنبي لا يجوز فتح هذه الجثة إلا لأغراض جنائية قضائية طبعا إلا بعد مرور سنة، وهنا سنقع في مشكلة كيفية تسليم جثة هذه الباكستانية التي تم دفنها. بالنتيجة أقول أن المشرع الجزائي العراقي قد اهتم كثيرا بجثة بحماية جثة المتوفي وباحترام هذه الجثة. ولكن يا أستاذ إبراهيم كثير من الصور شاهدناها والموتى ينقلون دون اكتراث على الثدييات وفي الهواء الطلق، ورأينا بالتأكيد هذه الصور، ومن يستطيع أن يتأكد في مواقع التواصل وحتى يمكن موقع قناة دجل الفضائية لاحظنا هذه الكوارث التي حصلت في مستشفياتنا مع الأسف. أفهم من كلامك أن هذه القضية التي حصلت اليوم في كربلاء تحمل جنبتين قانونيتين، الأولى التقصير والثانية مخالفة قانون الصحة العامة تحديدا المادة 61 المتعلقة بدفن الأجانب. طيب كيف سنحقق؟ سنحقق بالتقصير أم سنحقق بمخالفة قانون والنصوص القانونية؟ القانون لا يغير إلا بقانون. نعم أستاذ الفاضل، بما أنه قانون الصحة العامة هو قانون موجود حاليا فعلى هذا الأساس ستشكل لجنة تحقيق إداري. هذه اللجنة أما أن تقترح معاقبة الموظف إذا كان تقصيره غير متعمد لا يرقى إلى مستوى الجريمة فيعاقب وفق ما ورد بالعقوبات التي وردت في قانون انضباط موظفي الدولة،
ويمكن لذوي المتوفي أو لذوي المتضرر من قرارها أن يعترض خلال مدة 30 يوما وتعاد اللجنة التحقيقية وهكذا. ولكن إن وجدت هذه اللجنة أن التقصير يرتقي إلى مستوى الجريمة فيتم إحالته إلى القضاء، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما نظمه قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العراقي. وأحب أن أضيف أستاذنا الفاضل على بناء على كلامك، نحن الآن وفي ظرف فيروس كورونا نحتاج إلى شيء أساسي ومهم جدا، ألا وهو تقوية الثقة بمؤسساتنا الصحية. للأسف الشديد على ما مر خلال الأزمنة الفائتة من حدوث بعض الكوارث كالحريق وغيره وغيره أدى إلى إضعاف هذه الثقة، وبدأ المواطن ينظر فقط إلى الجانب السلبي دون الجانب الإيجابي، بالوقت الذي نكون كل الاحترام والتقدير إلى الجيش الأبيض والذي نسانده أستاذ إبراهيم في مكافحة أستاذ إبراهيم هذا شيء والكثير عفوا أستاذ إبراهيم. نعم. أنا أعتذر على المقاطعة، ولكن لا أحد يقلل من أهمية الطبابة في العراق ولا حتى تضحيات الجيش الأبيض، كلنا إما إخوتنا أو أبناؤنا إن شاء الله أو لربما أقاربنا هم أطباء، ولكن نحن نتحدث عن خطأ. إذا غضينا النظر عن خطأ في التربية، والله لأنه يبذلون ما يبذلون من إجراءات، وفي الصحة وفي التعليم وفي غيرها وسواها من الوزارات والمؤسسات، كيف ستستقيم الأمور؟ ما دور السلطة الرابعة؟ ما دور الرقابة إذن يا أستاذ إبراهيم وأنت سيد العارفين؟ نحن هنا لا نقلل وأعيد، ولا حتى قناة دجلة إذا جاز لي أن أتحدث باسمها، لا تريد أن تقلل من يعني ما يقوم به الجيش الأبيض من تضحيات. طبعا أستاذنا الفاضل، أنا بالرغم من كوني قانوني فأنا أولا أحب الإعلاميين، وبالعكس إن قناة دجلة هي قناة محترمة، بل وهي مشكورة على تسليط الضوء على مثل هكذا أمور، لأن السلطة الرابعة ألا وهو الإعلام هو قصده الإصلاح وليس الإساءة. ولكن أنا لابد من أن ننطلق من الجانب المضيء لنذهب إلى الجانب المظلم لنصل به إلى بصيص أمل حتى نخرج من هذه المشكلة. أنا لا أقول لك إن المؤسسات الصحية مثالية 100%، هنالك تقصير وهذا التقصير كان يجب أن لا يحصل، إلا أن هنالك قوانين وجدت، وبالتالي إذا ما كانت هذه الحالة التي حصلت في كربلاء تشكل جريمة، فإني واثق من أن اللجنة ستحيل الموضوع إلى القضاء ومن ثم سيأخذ المقصر حسابه. ولكن نأسف أن يكون في مؤسساتنا الصحية هكذا أخطاء، وهي الآن تخوض معركة شرسة مع فيروس كورونا. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور أو أستاذ إبراهيم السلطاني الخبير القانوني على هذه الإحاطة.